زيكم يا أصحابي، حوالينا أسامي كتير، كل اسم محتاج تدوير. كرتنا الشقية هتلف وتطير وتجيلنا كل مرة بالتفسير. يا ترى يا هل ترى كرتنا الشقية جايبة لنا اسم مين النهاردة؟ وسهلا بكل اصحابي اللي بيشوفونا على قناه كوجي. انا دينا. انتوا عارفين اسم دينا مكتوب في الكتاب المقدس؟ اول واحده عرفناها باسم دينا هي دينا بنت يعقوب ابو الاسباط، واسم دينا من اصل عبري معناه حكم، واسم دينا في لغات كتير بيتنطق دينا زي ما هو. ودلوقتي اكيد كل اصحاب كوجي الحلوين اللي اسمهم دينا بقوا فرحانين ومبسوطين عشان عرفوا قد ايه اسمهم اسم عظيم وليه معنى جميل. باي باي يا اصحابي.